إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وتكريس الاستدامة البيئية، أعلنت الحكومة المصرية أمس الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. في هذا الإطار أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ. وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتضمن الخطة زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة التسويقية من التصدير للأسواق العالمية وتنشيط قطاع الطاقة بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية واستحداث أكثر من 100,000 وظيفة جديدة، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. من جديد بنجدد التحية والترحيب بكل المشاهدين اللي انضموا لمتابعة مباشر من مصر، ونرحب بضيفنا الكريم دكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، منور شاشة الفضائية المصرية ومنور استوديو مباشر من مصر. أهلا بحضرتك في النور ساتك. الهيدروجين الأخضر، هيدروجين منخفض الكربون تعبير مش صحيح، هيدروجين زيرو كربون هو التعبير الأكثر دقة، وتاه المواطن اللي مش متخصص في التعبيرات، إيه حكاية الهيدروجين كده في بداية حوارنا؟ الهيدروجين هو عند استخدامه يديني زيرو كربون، إنما عشان أستخرجه كل واحد بيطلع معاه ثاني أكسيد كربون إلا الهيدروجين الأخضر، فهو الوحيد اللي هو وأنا بطلعه وأنا بستنتج الهيدروجين أو بستخرجه ما فيهوش ثاني أكسيد كربون، وأنا بستخدمه ما بيدينيش ثاني أكسيد كربون. إنما نبص بقى الهيدروجين اللي هو الأزرق، لما باجي أستخدمه عشان أحصل على الهيدروجين الأزرق بطلع غاز الاول، ولما بطلع غاز بيبقى فيه ثاني اكسيد كربون بس نسبته قليله. لا كبيره ولا عاليه؟ برضه كبيره جدا، لان بطلعه من بير غاز، وبعدين الغاز ده لما باجي احوله عشان اخد منه هيدروجين ازرق بحوله الهيدروجين يطلع هيدروجين رمادي، عشان احوله الازرق بطلع ثاني اكسيد كربون نسبه كبيره جدا. يبقى اذا وصلت الهيدروجين ازرق بعد ما ايه مرحلتين من ثاني اكسيد الكربون ونسب كبيره. الهيدروجين الاخضر ميه وكهرباء بس، فما فيش ثاني اكسيد كربون. ده الاخضر. في بقى بياخد من الفحم برضه في ثاني اكسيد كربون، وفي باخده من زي المازوت وما شابه ذلك في ثاني اكسيد كربون كتير، فهو انضفهم هو الاخضر في الاستخراج والاستخدام. طيب بيطلق على الهيدروجين الاخضر وقود المستقبل، ليه؟ ليه؟ لان هو وقود المستقبل، احنا بندور على نسبه انبعاثات ثاني اكسيد كربون زيرو. طيب يبقى وانا بستخرج الهيدروجين الاخضر انبعاثات زيرو، وانا بستخدمه انبعاثات زيرو، يبقى هو ده بتاع المستقبل. انما الباقيين وانا بستخرج فيه ثاني اكسيد كربون وانا بستخدمه ما فيش ثاني اكسيد كربون، فيبقى الافضل هو الهيدروجين الاخضر. طيب الاستراتيجيه الوطنيه للهيدروجين اللي اطلقتها الدوله المصريه، ايه محاورها؟ ايه اهميتها؟ فكره التوقيت، ماذا يعني توقيت اصدارها او اطلاقها من قبل الدوله المصريه؟ هو الاستراتيجية ظهرت لأن في منافسين لينا في المنطقة كتير جدا، وأفضل منطقة لإنتاج الهيدروجين عموما ومستخرجاته سواء بقى أمونيا، الأمونيا الخضراء أو الزرقاء، بس هي الأمونيا الخضراء، هي منطقة جمهورية مصر العربية. وده ظهر من سنة 2020 ساعة ما حصل 22 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين داخل جمهورية مصر العربية من دول أوروبا، وقبل حرب أوكرانيا وروسيا. تمام، من 2020، وظهرت بقوه جدا بعد حرب روسيا. بعد حرب روسيا لما الغاز اتمنع عن اوروبا، اوروبا بتستخدم السماد اللي فيه اللي هو الامونيا اللي بتستخرجه من الغاز، فلما وقف الغاز اصبح ما فيش هناك عندهم امونيا،
او عندهمش غاز عشان يستخرجوا الامونيا الزرقاء بتاعتهم، فاصبح في مشاكل في الغاز كتدفئه وقود ومصانع وسماد وزراعه، فبداوا يتجهوا اتجاه استراتيجي لانتاج الهيدروجين الاخضر الذي لا يعتمد على الوقود الاحفوري ولا يخرج انبعاثات كربونيه ويعتمد معظمه على حاجات طبيعيه، لان الهيدروجين الاخضر بيستخرج من الطاقه الجديده، والطاقه الجديده تعتمد على الشمس وعلى الهواء او على الميه، والميه المحلاه والميه المحلاه موجوده، يبقى اذا دول عناصر مستدامه ولا يعتمد على وقود احفوري. دي الاسباب اللي مخليه حضرتك بتقول مصر من افضل الوجهات او الجهات اللي متاح ليها ان هي تعمل شغل راقي جدا وعالي جدا ومحترف جدا يخص الهيدروجين الاخضر. وده تقرير من الوكاله الدوليه للطاقه بان خط محور قناه السويس هو من المحاور الرئيسيه على مستوى العالم، ده في 2020، انها تنتج على الاقل 8% من الهيدروجين الاخضر على مستوى العالم. وبعد المميزات اللي اتعملت من رئيس الوزراء والمنطقة الصناعية اللي اتعملت أصبح الموضوع أكتر من 8%، بس هو محتاج تخطيط واستخدام جيد للمنطقة، لأن احنا عندنا إمكانيات غير متوفرة في أي مكان في العالم وبالأخص في شمال أفريقيا اللي هي الدول. إيه الشغل اللي بتعمله الدولة المصرية علشان تبقى نقطة لوجستية قوية في هذا المجال؟ لأن لو حضرتك بتقول شمس وهواء، طب ما ممكن نقول بلاد كتيرة حوالينا فيها شمس وهواء، إيه اللي عند مصر؟ إيه اللي عند مصر؟ اللي عند مصر أولاً الأرض المساحة الكبيرة، أدي واحد. عند حضرتك مية بطول 3200 كيلو متر، ساحل بحر أحمر، ساحل بحر أبيض متوسط. دول مية تقدر تعمل مية محلاة منها. المساحة الأرض طلع منها طاقة جديدة ومتجددة، دول عنصرين رئيسيين ناقص المكان. في العين السخنة تم إنشاء منطقة صناعية كاملة لإنتاج لمصانع الهيدروجين الأخضر، والمصانع دي المنطقة دي راحت مربوطة بميناء العين السخنة بخط بري خاص، فأصبحت المنطقة لها خدمات خارجية. جينا في الميناء السخنة أصبح فيها رصيف خاص للهيدروجين الأخضر اللي هو يورد يصدر او يستورد المعدات، وفي منطقه لوجستيه الممرات اللوجستيه اللي سمعنا هذا التعبير مؤخرا وما كناش يعني عارفين يعني ايه ممر لوجستي، وده يتخزن فيه الهيدروجين وجنبيه بيتعمل مصانع للامونيا الخضراء، لان كل مصنع هيدروجين اخضر يعمل 5 مصانع امونيا خضراء، فبالتالي المنطقه اصبحت لوجستيا جاهزه. ناقصه دي حوافز، رئيس الوزراء قال لهم اللي بيديني الدخل بتاعه السنوي من المصانع برجع له من 33 ل 55% ومش هاخد منه فوائد ولا ضرائب. كل المعدات اللي جايه للمصانع ما عليهاش ضرائب ولا فوائد. طيب اسمح لنا حضرتك نرفع الاذان حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره وعلى الساده المقيمين خارجها مراعاه فروق التوقيت، ونعود مره اخرى على الهواء مباشره، فابقوا معنا. سنعود. Thank you.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا. على الهواء من جديد بنجدد التحية والترحيب بحضراتكم، ونرحب بضيفنا الكريم دكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة. وكنا بنتكلم قبل رفع الأذان عن الحوافز اللي قدمها رئيس الوزراء لاستكمال جعل هذه المنطقة منطقة حيوية متعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة. هو حضرتك قال الدخل بتاعه السنوي لما بيقدم القرار بتاعه بيرجع له من 33 ل 55% من الدخل بدون ما بياخد منه ضرائب ولا بيدفع عليه ضرائب. ادي واحد. اتنين، كل المعدات اللي مستخدمه في انتاج الهيدروجين الاخضر معافاه من الضرائب والجمارك، اعاده السيارات الملاكي. ثالثا، ان كل المباني الخاصه بانتاج الهيدروجين الاخضر ليس عليها اي عقارات ضريبيه. الاوراق اللي هو بيطلعها تصريح وتراخيص وما شابه ذلك في الشارع العقاري الدوله بتدفعها. فاذا الحاجات دي كلها بالنسبه له جاي دوبك يمضي على ان هو هيطلع رخصه ويعمل انتاج في خمس سنين لازم يكون مطلع انتاج. جميل. ازاي الاجراءات المتعلقه بهذه الاستراتيجيه والمحاور المختلفه بتخدم اجنده التنميه المستدامه 2030؟ ده سؤال قوي ومركب. لان 2030 احنا كنا حاطين طاقه متجدده، ولا حتى طاقه متجدده في 2035 تبقى توصل 42% الطاقه الجديده المتجدده من القيمه المركبه للطاقه. لما قلنا هذا الكلام وفي هيدروجين اخضر، عشان اطلع هيدروجين اخضر يبقى لازم عندي محطات طاقه جديده ومتجدده، يبقى انا عندي محطات جديده مضافه للطاقه الجديده والمتجدده. اعمل مشروع هيدروجين لازم هيدعم بمشاريع الطاقه الجديده والمتجدده. كل ما هاجي اعمل تحليه ميه بطلع الهيدروجين كل مصنع زي ما قلنا بيطلع جنبي خمسه. والانتاج بتاعه طبعا الفرق كمان ايه لما بقول فرق بينهم الغاز لو ما صدرتوش هخزنه فين؟ ولو انا بنتج كل يوم كم من الغاز عشان اصدره وحصل مشكله في جيوسياسيه او مناخ او وحصل عندي تكدس في الغاز هوديه فين؟ مشكله. انما في الهيدروجين بيتحول لامونيا، والامونيا بيدخل في صناعات لا حصر لها. فاذا مكسب بالنسبه لي اضافه قيمه مضافه، ان ما صدرتوش فانا بستخدمه في حاجات كتير وبعدين بعيد تصديرها. جميل. طيب، من المتوقع ان الاستراتيجيه هتلعب دور محوري بشكل كبير جدا في قطاع الطاقه في مصر. نتكلم بلغه الارقام يا دكتور، نشوف العوائد، نشوف فرص العمل، نشوف الاستثمارات، نشوف الدولارات، نشوف كل 5 على 10,000 من مساحه جمهوريه مصر العربيه. هنتج بمحطات الطاقه الفوتوفولتيك التقليديه العاديه طن هيدروجين اخضر، لو حولتهم الى امونيا خضراء هيبقى 12 3 مليار، يبقى انا بكسب 6 مليار في السنه. ايه بقى المشاكل اللي انا بجيبها في مليون طن غاز؟ عندي بحفر ابار وبجيب في غازات في مواسير. وبعدين بجيبه في سفن ويتعبق، دي كلها قصص. انما انا من عندي اقدر انقله على يا اما بايبس يا اما بسفن يا اما احوله ماده مركبه سماد، بقى زي ما بقول لحضرتك بيدخل في حاجات كتير، احوله لسماد ويتصدر كسماد أو أستخدمه في إنتاج الطاقة. الهيدروجين الأخضر في الأيام اللي جاية زي ما هو دلوقتي تم من كذا سنة أنه هيستخدم في جميع أنواع المركبات العالمية، يعني هيستخدم في العربيات وهيستخدم في الطائرات، وبيستخدم في السفن اللي هي بتشيل الحاويات الكبيرة. وحضرتك الهيدروجين أو الأمونيا، الهيدروجين الأخضر بالذات المضغوط هيطور سيارات الكهربائية. يعني حضرتك لما يكون عندك سياره كهربائيه بدل ما تقعدي تشحنيها 6 ساعات في غاز مضغوط هيدروجين، حضرتك بتشيلي الاسطوانه
وتركيب اسطوانة تانية زي اللي بغير أمبوبة يعني. وأنا بسمع حضرتك دلوقتي يا دكتور، الدنيا بتتغير والإحداثيات اللي بتجد على الحياة، وكل ما التقدم بيزيد وكل ما التكنولوجيا بتزيد، كأن في أشياء هتختفي وأشياء هتحل محلها. نفس فكرة سوق العمل، هو حضرتك بتتكلم دلوقتي هنعمل ايه في الغاز بيكلفنا ايه، لا الهيدروجين الاخضر التكلفه اقل، الاستفاده اكتر، هتبتدي اشياء تتلغي يا دكتور من المعادله في الطاقه، في ملف الطاقه، في ملف الطاقه هتتغير، انما في الوظائف بتتعدل. ده الفرق، انما مش بتتلغي، انما الوظائف بتتعدل، انما في الاستخدام بتتغير تماما. يعني انا لما بشتغل على عربيه كهربائيه واقعد اشحنها 6 ساعات، لا انا في الاسطوانة ده بيستخدم في اوروبا على فكره دلوقتي من زمان، زي اللي بغير اسطوانه البوتاجاز، بيشيل الانبوبه بتاعت الهيدروجين المضغوط ويحط الانبوبه الثانيه ويشتغل. كانه بطاريه يعني، كانه شال بطاريه وحط بطاريه في الحال، مش محتاج اقعد جنبها تتشحن. هي تغيير وقت التغيير بس. وبعدين العربيه الكهربائيه مش عربيه غاز، بتشتغل بالكهرباء والمسافه بتاعتها اكبر ومر وامان اكتر. ادي حاجه. لو الغاز برضو بيستخدم في العربيات اللي هي بتشتغل بالغاز والبنزين، بدل ما بمون غاز بمون هيدروجين، وفي الامارات واحده وفي السعوديه محطه هيدروجين غاز، فيا اما بستخدمه كغاز او بستخدمه كوقود مضغوط. في السفن بيستخدم مع اللي هو الامونيا الخضراء في تموين السفن. واحنا السنه اللي فاتت في اغسطس السنه اللي فاتت احنا مولنا سفينه كانت جايه من جنوب شرق اسيا ورايحه اوروبا، عدت على كوريا وعدت على ماليزيا وجت على بورسعيد، خدت اكبر كميه وقود اخضر من عندنا 500 طن وقود اخضر. وده معناه ان احنا جاهزين، واحنا القيمه الرائده في المنطقه بالكامل في هذا الموضوع. فبالتالي لو في عند بورسعيد، خدي بال حضرتك، في المستقبل هيبقى كل السفن اللي داخله على البحر الابيض المتوسط واللي طالعه على جبل طارق هتحتاج الوقود الاخضر، احنا جاهزين. اللي داخل على خاص وبيشتغل عليه المستثمر الاجنبي اللي جاي للدوله المصريه شايفه، اخذت قرار انها تبعد عن الوقود الاحفوري بثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول انه يبعد عن الغاز داخل الاحفوري، ادي واحد. اثنين، قال انا هستورد الطاقه لان الطاقه المتجدده ليست وقود احفوري ومش هيتعامل بالجيوسيس. يعني مش هقول ايه، مش هقول النهارده الغاز غلي يبقى انا هزود عليك سعر الكهرباء، لا لا شيء قبل كده. ده المحور الثاني. المحور الثالث، ادور على الدولها وحصل مشكله بيني وبينها ولا مش هترضى تبيعني، مالكش انا سير الملف ده بالايقاع المطلوب، بتعطل لنا تحقيق المكان. بص اللي حوالينا في المنطقه ازاي بيشتغلوا، ازاي بيجي. يبقى انا لازم افتح المساحه، عشان كده بقول 5%، يبقى انا بفتح مرات وفنيات داخل الدوله، افراد مرات بتديني 2.4 جيجا وات اقدر بتدور خلاص، ما بيبقاش فيه مصاريف مكرره كتيره، لان انا بدور له على وقود يشغله ولا بدور له الشمس جدا. وكان حر جدا، حتى الناس اللي بتحب الصيف وتدافع عن الصيف في الخناقه الشهيره ما بين الصيف والشتاء، السنه دي خلاص شالوا نغير فيها، نقدر نعدل فيها، نقدر ننقص كوكب الأرض اللي ابتدى يزقر يعني ويصور على الإنسان وعمايله. احنا نكتف دول أوروبا وأمريكا، نكتفهم، أيوة، لأن هم دول أساس المشكلة مش احنا. احنا ما احناش مشكلة، هم أساس المشكلة. هم عملوا الثورة الصناعية اللي أنتجوا بيها نسبة ثاني أكسيد الكربون بكمية خرافية عندهم في أثناء الصناعات، اللي تراكمت في الغلاف الجوي اللي عملت الحزام بسببه المشاكل اللي احنا فيها، البيئيه اللي احنا فيها. ولذلك هم بيهربوا في كل مؤتمر لكوب. يعني نفتكر كده ترامب خرج من موضوع المؤتمرات بتاعه المناخ. لان هو عنده في امريكا 44% من انتاج الكهرباء من الفحم. في امريكا من الوقود الاحفوري، من الفحم. وادي واحد. اوروبا كلها كانت شغاله على الفحم، وبعدين اتجهت لما لقت روسيا بتديها الغاز رخيص اتحولت الى غاز، ولما حصلت الحرب اتحولوا الى الفحم والى النووي. هو النووي مش ضار، النووي نظيف، ولكن رجعوا للمصانع لانتاج الطاقه الكهربائيه بالفحم بنسب عاليه جدا. فهم اساس المشكله، وهم كانوا طالعين قانون لانه حاطين نسبه لكل مصنع ما يطلعش كميه ثاني اكسيد الكربون الا نسبه معينه.
كل طن زيادة عليه ضريبة 75 دولار، دي اسمها ضريبة الكربون. دي المفروض تطبق في جميع دول العالم، كل دولة ليها نسبة، ودي اللي هتأذي فيها، اللي هتتأذي فيها دول أفريقيا، لأن معظم دول أفريقيا بتعتمد على الكهرباء من الفحم عشان الفحم رخيص، ودول أوروبا عطتهم مصانع الفحم، مصانع الكهرباء اللي بتشتغل بالفحم، هم اللي هيشتغلوا بالفحم ونسبة الكربون بتاعتهم عالية وما عندهمش غاز، لأن هم الحالة الاقتصادية بتاعتهم، هم بيصدروا غاز بس ما قدروش يستخدموا لأن الحالة الاقتصادية ضعيفة. فهم دول أكتر دول لو طبقوا الكلام ده اللي هي ضريبة الكربون في أفريقيا أكتر دول هتتأذي. إنما أوروبا، أوروبا بتعملها بمزاجها، عندها أزمة زي ما حصلت اللي فاتت لغت الضريبة وشغالة بالفحم كده، تروح بقى إيه تطبق على الدول التانية، وهم هربوا من الدعم الالتزامات المادية تجاه الدول اللي متضررة في كوب، في من كوب 26 التغيرات المناخية. أيوة في كوب 26 وكوب 27 وكوب 28 هربوا منها. كل ده كلام على الورق وكلها بس دعايات تلفزيون. بس الكرة الأرضية ستظل غاضبة وهتجبر الجميع في نهاية المطاف، يعني بتصور كده، هل أنا محقة في التصور ده ولا متفائلة زيادة؟ لا هو لا حقيقي كده، لأن الدول بمعنى إن هم ركزوا على إن هم يبعدوا عن الوقود الأحفوري ويتجهوا للوقود الأخضر من الهيدروجين بقوة. يعني هم قالوا 2030 2050 هيبقى عندنا لا يقل عن من 700 ل 800 مليون طن هيدروجين، هيدروجين مش امونيا، هيدروجين اخضر سنويا. ده معناه ان هم نظره المستقبليه ليهم على مستوى قدام انه لازم تكون هيدروجين او طاقه خضراء. نتمنى السلامه والطاقه الخضراء النظيفه لكل الكره الارضيه. شكرا جزيلا دكتور سامح نعمان، استاذ الهندسه واستشاري الطاقه الجديده والمتجدده، شرفتني يا فندم. انا فتحت. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه النهارده، نلقاكم غدا واسره جديده. اسرتنا النهارده رئاسه التحرير استاذه دعاء همام، الاخراج دكتوره لمياء سمير، وتحياتي ايتن الموجي. شكرا والى اللقاء.